السلام عليكم. اليوم نعرفوكم بالسوق نتاع الجملة نتاع الخضر والفواكه وجميع يعني المواد نتاع الاستهلاكية اللحوم وإلى ذلك، واللي يقع في ولاية قلمة ببلدية عين بين البيضاء، اللي العلم أنه هذا السوق هو أكبر سوق تجارية للجملة في الجزائر، واللي يخدم أربع كل الولايات المجاورة من ولاية سكيكدا إلى ولاية عنابة إلى ولاية طارف وسوغاراس، وكذلك ولاية الجنوبية نتاع باتنا وخنشلة. وللعلم أن هذا السوق هذا يتربع على مساحة 15 هكتار، فيه إمكانية والقدرة نتاع معالجة ما قيمته حوالي 500 ألف طن من المنتجات المواد الاستهلاكية في السنة، ويقدر يستوعب ما لا يقل عن 6000 متعامل تجاري يوميا، وكذلك حوالي 3000 مركبة تتدفق يوميا على هذا السوق. و يعني العلم انه هذا المشروع يعني الكبير اللي تاع سوق الجملة في ولاية قالما تكلف ما لا يقل عن 225 مليار سنتيم. إذن هذا هو مواصفات عن المشروع هذا اللي يقع في ولاية قالما، واللي كما قلنا يقدر يعني يوفي الغرض تاع كل الولايات المجاورة في المنطقة الشرقية للوطن، ويكتسي أهمية كبيرة جدا بسبب قربه من الحدود الجزائرية التونسية، في سيسهم في لا محال في يعني التصدير نحو تونس. إذن هذا هو المشروع، نخليكم تتابعوا نهاية الفيديو. السلام عليكم.